إن إذا لم يخرج بناء على الالتزام اللي أطلق الأخ الفاضل الوزير أحمد المليفي هذا الكادر بقرار، فالجلسة القادمة ستشهد التصويت على المداولة الثانية دون أي تعديل. على عهدة الحربش، غياب إقرار كادر المعلمين عبر قرار حكومي سيخلف تصويتا على ثاني مداولاته في الجلسة القادمة دون تعديلات. في زاوية نيابية أخرى، وخلال مؤتمر صحفي عقداه في مجلس الأمة، شاركهما فيه رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، أعرب النائبان جمعان الحربش وفلاح الصواغ عن استيائهما من عدم إيفاء الحكومة ووزير التربية أحمد المليفي بوعودهم بإقرار كادر المعلمين عبر قرارات حكومية كما تم الاتفاق عليه، وذلك متواعدين بذلك الحكومة ومعاهدين المعلمين بإقرار الكادر في الجلسة المقبلة من خلال التصويت عليه في مداولة ثانية دون إدخال أي تعديلات عليه. أعضاء مجلس الأمة اللي صوتوا على المداولة الأولى 43 نائب، رسالتهم اليوم للحكومة إن إذا لم يخرج بناء على الالتزام اللي أطلق الأخ الفاضل الوزير أحمد المليفي هذا الكادر بقرار، فالجلسة القادمة ستشهد التصويت على المداولة الثانية دون أي تعديل. وأنا أقول بكل وضوح، أي خروج لهذه الجداول بضوابط تفرغها من محتواها ومعناها غير مقبول، لأن هذه الجداول وضعت مرتبطة بالتقدير وبالمستوى الوظيفي وبالوظيفة الإشرافية وبسنوات الخدمة. فالحكومة يجب أن تفهم الرسالة وأن لا تماطل وأن لا تفرغ هذه العلاوات وهذه الزيادات من محتواها وتحاول تلف على الموضوع. احنا واضح العدد كامل، واحنا نحترم الحكومة وندعو المعلم لحضور الجلسة حتى يرى من يراوغ عن تعهداته، الحكومة والنواب. قد جلسنا في اجتماعات ماراثونية مع الحكومة، وقد توصلنا إلى حل مناسب وجيد كان مرضي لجميع الأطراف، إلا أن الحكومة ووزارة التربية وديوان الخدمة المدنية لم يصدر ما كنا نريده ونتمناه حتى هذا التاريخ. ولذلك فنحن نناشد الإخواننا النواب الذين التزموا وصوتوا على كادر جمعية المعلمين وصوتوا عليه في المداولة الأولى أن يستمروا بإذن الله يوم الثلاثاء القادم بالتصويت وإقراره وزف التهاني لجموع المعلمين.